181 فقره 2 من قانون الاجراءات الجنائيه المواد 30 و 32 و 231 و 234 فقره 2 من قانون العقوبات المواد 1 فقره 3 و 2 و 3 و 4 و 6 فقره 5 من القانون 64 سنه 2010 بشان مكافحه الاحتكار بالبشر المعدل المواد 1 و 2 و 35 بند ب و 37 فقره 1 و 42 فقره 1 من القانون 182 لسنه 60 المعدل بالقانون 122 لسنه 89 البند 12 من القسم الاول ب البند 54 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول المستبدل بقرار أيضا الدوائر رقم 600 سنة 2023 حكمت المحكمة حضورية بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كريم محمد سليم عبد المجيد نصر بالإعدام عما أسند إليه من اتهامات وبمصادرة المضبوطات أمرا بمحو وإزالة المقاطع المرئية المفلة للحياة وإلزمته المصاريف. وبعد الجلسة